موضوع حساس اليوم، كيف تتعامل مع شخص عم بيتجاهلك؟ كلنا اختبرنا هالارباك وعدم الاستقرار النفسي لما حدا يتجاهلنا، ومع الاسف بالعلاقات بشكل عام موضوع التجاهل بيحصل كتير. امبارح كان كل شيء تمام، كنا عم نمزح ونحكي بشكل طبيعي، بس فجأة في شيء تغير، بطل بده يحكي، بطل يرد على الرسالة ولا حتى على الاتصال. شو صار؟ شو تغير؟ هون ببلش راسنا يبرم ويفكر ويتخيل أشياء، ومنجرب نلاقي جواب لكل هالأسئلة. هل في شيء قلته؟ هل عرف شيء سيء عني؟ وليش هالموضوع هالقد شاغل كل تفكيري؟ بهيدا الفيديو رح نتعلم شو أفضل طريقة للتعامل مع شخص عم يتجاهلنا. رح نجرب نمشي خطوة خطوة بطريقة منهجية وعقلانية حتى نسيطر فيها على مشاعرنا ونحل المشكلة ونرجع العلاقة لطبيعتها. فمثل العادة حضر لي دفتر ملاحظاتك وقلم ويلا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد عيتاني. إذا كنت من الأشخاص اللي حابب تطور من نفسك ومن عملك وتكون مميز بمجتمعك، فأهلا بيك، أنت بالمكان الصحيح. كل مرة حدا بيتجاهلك، الأسباب والحلول ممكن تختلف نسبة للشخص وللعلاقة يلي بتجمعك معه. فممكن نكون عم نحكي عن شخص بتجمعك فيه علاقة عاطفية، أو عن شخص بتجمعك فيه صداقة، أو حتى شخص بتجمعك فيه علاقة مهنية. لكن كل ما تكون العلاقة متينة، كل ما تحس بألم وحيرة عند التجاهل. وعلى فكرة الألم مش بس نفسي، منبلش نحس بألم جسدي خاصة براس المعدة. لذلك من الضروري جدا عند التجاهل نحاول نسيطر على مشاعرنا ونفكر بعقلانية. فخلينا نحفظ هالخطوات جيدا لحتى نمشي فيهم بالتدريج. وإذا بعد هول الخطوات استمر هالتجاهل من قبل هالشخص العزيز، بيكون مع الأسف صار الوقت إنك ترجع تعيد النظر بهيدي العلاقة ككل. النصيحة الأولى، اتأكد إن الشخص فعلاً عم بيتجاهلك. هالخطوة ممكن تكون بديهية لأول وهلة، لكن رح تتفاجأ قديش في أشخاص بيعتقدوا إنه هني عم يتم تجاهلهم، لكن بالحقيقة الموضوع مش مثل ما هني مفكرين. هيدا بيصير بشكل خاص إذا أنت مريت بتجارب سابقة أثرت على تصرفاتك حالياً، خلتك تعيش بخوف معين إنه يلي عم بيحكي معك لابد بنهاية المطاف يقطع علاقته فيك لا محالة. فدايما بتحط براسك انه هيدا الشخص اكيد لح يتركني، ولا شعوريا بتصير تتصرف على هالاساس. ايضا بتكون خايف الشخص الاخر باي طريقة كيف ممكن يكون شايفك، وهيدا امر ايضا ممكن يكون نتيجة تجارب سابقة انت مريت فيها. فبصير عندك دايما هالهاجس ان الشخص المقابل عم بيتجاهلني لانه شايفني بنظرة سيئة. فدائما قبل ما تخلي هالافكار تسيطر عليك، لما تبلش تحس انه الشخص الاخر عم بيتجاهلك، فكر هل ممكن هذا الشخص مشغول او مارق بوقت حساس، هو حاليا معصب وعم يتجاهل الكل ومش بس انت. فاذا كان الامر هيك، ما في اي سبب لتفكر انه عم يتجاهلك لألك بالتحديد، لكن هيدي طريقته للتعامل مع مشاكله بشكل عام. اما اذا ثبت لك انه فعلا عم بيتجاهلك، هون بننتقل للنصيحة التانية. 2. اعطاء المساحة. اول ما تحس انه تم تجاهلك، ردة الفعل الطبيعية لاي شخص فينا انه نغرق هالشخص المقابل برسائل، نضل نبعث له حتى يرد علينا. هيك منفكر انه بهالطريقة منرجع العلاقة مطرح ما كانت، لكن بالحقيقة هيدي واحدة من أكثر الطرق الغير فعالة، لأن مش بس بتزعج الشخص المقابل بل بتزيد الوضع سوءا وتعقيدا. فكل ما تدفش من ميلتك للرد، كل ما يبعد هو وتعزز عنده الفكرة إنه فعلا كان قراره صحيح لما تجنبك. فخذ نفس عميق، اكمش أعصابك واعطيه مجال بين أسبوع وأسبوعين لا أكثر ولا أقل. هيك بحس إنه عم ببلش يخسر علاقة مهمة معك بسبب هيدا التجاهل يلي قام فيه. وبهيدا الوقت بلش فكر شو ممكن يكونوا الأسباب يلي عم بتخليه يتصرف بهيدا الطريقة. لازم تفكر بموضوعية وجرب ما تتصرف بحساسية، لأن هيدي الفترة هي فرصة مهمة للطرفين لنعيد النظر بأمور كتير مرت قبل.
ثلاثة، دراسة الأسباب. بهيدي المرحلة لازم نفهم على الضبط شو هو السبب يلي خلى هالشخص يقرر انه يتجاهلك. واحد من أشهر الأسباب ويلي بيحصل خاصة ببداية العلاقات العاطفية هو انك انت عم تتعامل مع شخصية سامة. الشخصية السامة من طبعها بعد ما تخليك تتعلق فيها فجأة بتختفي من حياتك عن قصد ولمدة معينة، وهيدي طريقتها بالسيطرة عليك، لأن بتخليك دايما عم بتحاول تعطي كل شي عندك وتتنازل عن أشياء كتير بس حتى ترضي. فإذا كان هيدا هو السبب وموضوع التجاهل عم بيتكرر أكتر من مرة، أفضل حل إنك تفهمه إنك كشفت اللعبة وتوضح له إنه هاي أنت عم تخليني حس إنه أنا بحاجة لأعطيك كل شي عندي. هل بنظرك هيدي علاقة صحية بين شخصين بدو يكفوا حياتهم سوا؟ لكن حتى نكون منصفين وموضوعيين، مش دايما الحق ممكن يكون على الشخص الآخر، ممكن يكون السبب من جهتك. طيب كيف فينا نعرف؟ أمرار الجواب بيكون سهل إذا بس قعدت وراجعت آخر محادثة صارت بيناتكم، مثل إنك قلت كلمة قاسية زعلته، أو إنك ظهرت ظهرة وما عزمته، أو عملت شيء هو بضايقه وكان طالب منك بالتحديد إنه ما تعمله. لكن أمرار الأسباب بتكون صفات مزروعة بشخصيتنا ما مننتبه انه عم نعملها، وهول الصفات عم بتأثر بشكل مباشر على العلاقة. مثل شو؟ الأسباب كتار، لكن خلينا نذكر أهم هول الأسباب. من الأسباب انك ممكن تكون إنسان متطلب جدا، إذا بتحس حالك ما بتقدر تعيش لوحدك وبتحتاج شخص إلى جانبك لأبسط الأمور، هالشي ممكن يكون متعب للشخص الآخر. أيضا ممكن تكون نظرتك سلبية للحياة، يعني دايما بتشوف الجانب السيء من الأمور. مثلا إذا كان هالشخص متحمس لفكرة أو موضوع وحب يشاركك لكن كنت سلبي وحطمت له الفكرة، ممكن بالمستقبل يتعمد تجنب التعامل معك. ممكن أيضا عندك طبع حاد وقاسي، إذا كنت من الأشخاص يلي بتتحمس لآرائك ومعتقداتك وبتدافع عنهم بشكل قاسي وغير قابل للنقاش، هيدا الشيء بيضر أي علاقة، فخليك دايما منفتح لوجهة نظر الشخص الآخر. أيضا ممكن يكون السبب إنك ما بتاخد أي شيء على محمل الجد. في كتير ناس ما بيحبوا المزح وخاصة بأمور مصيرية، فإذا كنت دايما عم تمزح ممكن الشخص الآخر يتجاهل كل رسائلك بالمستقبل. ممكن أيضا يكون السبب هو كثرة الكذب، إذا كنت من الأشخاص يلي بيتخذوا الكذب عادي بالحديث فانتبه، لأن طبعا حبل الكذب قصير، وأول ما يكتشف الشخص الآخر إنك بتكذب كتير بكل حديثك لح يتجاهلك قدر المستطاع، لأن طبعا بيكون فقد الثقة فيك وبكلامك. أيضا من الأسباب إذا بدنا نذكرها هي شخصيتك القوية والمسيطرة. إذا كنت ألفا، أي صاحب شخصية مسيطرة، عادة هالشي ممكن يكون مخيف ومربك للشخص الآخر، خاصة إذا كانت ثقته بنفسه قليلة أو صاحب شخصية ضعيفة. فبتكون أنت عم تحكي ومسترسل بالحديث ومبسوط وحسيت أنه هالشخص تمام عم بيسمع لك، فجأة تاني يوم بتلاقيه بطل عم بيرد على رسائلك حتى. المهم الأسباب كتار، لكن حاولت قدر المستطاع اذكر أهمهم حتى يكون عندك فكرة ويكون بإيدك استنتاج قوي لننتقل للخطوة التالية. فأول ما تعرف شو هو الشيء اللي ممكن يكون زعله لهالشخص، هلأ لازم نلاقي الطريقة المناسبة لنفتح الموضوع ونحل الأزمة. دايما فكر كيف تحط نفسك مكان الشخص الآخر، لأن أنت بنظرك ما عملت شي غلط، لكن هو من وجهة نظره شايف أنه الموضوع كبير كتير. فلازم أول شي نفهم ليش شايف هالموضوع كبير حتى نعرف كيف نفتح الموضوع ونحل المشكلة معه. تذكر بأي علاقة لازم دايما تعرف وين الحدود يلي حساسة عند الشخص الآخر، وهيدي الحدود ما تتعديها حتى لو كان هيدا السبب عادي ومنه حساس بالنسبة لك. تفهم مشاعر الشخص المقابل أمر مهم جدا بأي علاقة بين الطرفين. 4. تجنب المبالغة. لما تعرف انه حدا بهمك امره عم بيتجنبك، اسهل شيء انك تعمله هو المبالغة بردة فعلك او المبالغة بالاستنتاج. يعني بطل يحبني، يعني بطل يهمه امري، يعني انا بطلت من اولوياته، او بتصير بتقول خلص
هالشخص بطل يحكي معي بحياته. كون مأكد انه اسلوب التجاهل يلي عم بيقوم فيه الشخص المقابل هو اجمالا مؤقت، واذا كان فعلا بيهتم لامرك وامر العلاقة بيناتكم هالعقبة لابد انها تزول. فانت فعليا اذا ما بتبالغ بتكون عم بتسرع بحل المشكلة وعم بتقلل من وقت التجاهل. فنصيحة، اوعى تبالغ بردة فعلك. 5، نحن وناطرين هالأسبوعين ما تخلي الموضوع يشغل لك تفكيرك. أحيانا المبالغة بتكون داخلية، أيضا بتخلي هالموضوع ياخد لك كل تفكيرك ويشلك لدرجة تبطل عم تفكر بأي أمر تاني. فنصيحة، اشغل تفكيرك بهواية انت بتحبها، رياضة، او زيد وقتك بالعمل، لان كثرة التفكير رح تخلق سيناريوهات براسك منا موجودة اصلا ممكن تضر بالحل. 6، وقت اللقاء. بعد ما عطيته وقت كافي اللي هو اسبوعين كحد اقصى، وبعد ما صار عندك فكرة عن السبب يلي خليه يتجاهلك، هلأ صار وقت اللقاء. نصيحة، حاول تخلي اللقاء وجها لوجه حتى تقدر تقرأ تعابير وجهه وحركة جسمه ونبرة صوته. لغة الجسد عامل مهم جدا لتذليل العقبات، فحاول قدر المستطاع انه اللقاء يكون وجها لوجه او اقله فيديو كول، ودايما فكر بالموضوع من وجهة نظره. يعني بس بدك تذكر له السبب فكر ليش هو مزعوج. مثلا اذا انت شخص مسيطر وقيادي فيك تقول له انا عارف انه امرار بيكون قاسي كلامي، لكن انا ما قصدت اذيك، وبالعكس انا برتاح للحديث معك ولحاول كون اقل حدية بالمستقبل. 7، اعتذر عند الحاجة. بالنهاية انت عم تتعامل مع شخص عزيز عليك، هيدا الشخص قرر يتجاهلك لانه انجرح او اتضايق من شيء انت عملته، فاذا كان ولا بد فالاعتذار هو اسرع طريق لتخلي الامور ترجع مثل ما كانت بالسابق. فخلي اعتذارك صادق لحتى تبين قديش انت مهتم لهالعلاقة. ما تعتذر اول شيء، وخلي الاعتذار هو السلاح الاخير بعد ما تكون عملت كل الخطوات يلي ذكرناها. اما اذا بعد هول النصائح السبعة قرر هالشخص يكفي تجاهله إلك، فاعلم انه غير مهتم لهالعلاقة وصار لازم تفكر جديا بطريقة لإنهائها إذا أمكن. بتمنى كل علاقاتك تكون ناجحة وخالية من التجاهل. خبرني هل تم تجاهلك قبل مرة وكيف قدرت تتعامل مع الموضوع؟ يا ريت تقلي تجربتك بخانة التعليقات، وخلينا نحاول نجاوب بعض حتى كلنا نتساعد ونخلق جو إيجابي ومنتج بالتعليقات. إذا أعجبك المحتوى ما تنسى الاشتراك بالقناة. روابط مواقع التواصل موجودة بصندوق الوصف، فيسبوك وإنستغرام وتويتر، وأيضا بتلاقي رابط واتساب للتواصل الشخصي. شكر خاص للمشتركين الداعمين للقناة، وإذا حابب تعرف كيف ممكن تكون مشترك داعم اكبس زر الجوين الأزرق. ما تنسونا من صالح دعائكم من هلأ للفيديو القادم. أنا بشوفكم وبقلكن سلام.